معنى آية بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان؟ قال الله تعالى في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ويتساءل الكثير من المسلمين عن معنى آية بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان الواردة في سورة الحجرات. قال العلماء عن معنى هذه الآية أن من همز أو لمز أو تنابز بالألقاب فقد استحق اسم الفسق، فنزل بذلك من مرتبة الكمال التي أعطاها إياه الإيمان. وقد أشار الله تعالى إلى عظم الذنب الذي يلحق بكل من فعل إحدى الأمور الثلاثة بقوله تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، حيث يتحول المؤمن من الإيمان إلى الفسوق حال فعله ما نهى الله تعالى عنه من سخريته بإخوانه المؤمنين ودعائهم بالألقاب المكروهة عندهم. وفي ذلك زجر للمسلم على أن يفعل ما ينفي عنه صفة الإيمان، فإنه من البؤس أن يفعل المسلم ما يلبسه هذه الصفة الدنيئة، ومن يعتاد على السخرية من المؤمنين والتقليل من شأنهم واحتقارهم فقد يخرج بذلك عن طاعة الله تعالى وشرعه، ومن خرج عن طاعة الله تعالى وشرعه فقد ظلم نفسه.